السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم متابعينا متابعين حلقات الخط العربي على قناة الإسكولا. اتكلمنا في المرة اللي فاتت على حروف من الجيم لغاية الطاء، واتفرجنا على الصح فيهم والغلط. ياريت تتابعوا كده معايا تاني، حرف الجيم الشكل بتاعه والغلط بتاعه. حرف الدال، بعدين حرف الراء، بعد كده حرف السين، وقلنا حرف السين ياريت تكون سنانه صغيرة وهو قريب جدا من حرف البه، في حاجات كتير به. وبعد كده خدنا الكاسة بتاعته، وقلنا الكاسة دي بنشتغلها مع حروف كتير. بعد كده حرف الضاد، وقلنا ياريت بلاش نكتبه بالمشقلب، نكتبه مظبوط، الشرطة تنزل تطلع من على السطر. وبعد كده نكمل كأننا بنكتب حرف البه، واخوهم حرف الطاء. ان شاء الله هنكمل باقي الحروف مع بعض، بس قبل ما نكمل بقية الحروف ياريت عايز اديك شوية نصايح. النصيحة الاولى عايز افهمك يعني ايه خط جميل. الخط الجميل هو الخط اللي انت تقدر تقراه بعد ما تخلص كتابته، انت نفسك تعرف تقراه او اللي قدامك يعرف يقراه. يعني مش شرط ان انت تمشي على القواعد اللي احنا قلناها، احنا بنقول القواعد دي عشان نقدر نحسن الخط، لكن طالما خطك تقدر تقراه واللي قدامك يعرف يقراه ده في حد ذاته يعتبر خط جميل. النصيحة التانية المهمة طريقة الجلوس وانت بتكتب. يمكن قبل كده عرضت لك ازاي طريقة مسكة القلم ومسكة الكراسة، قلنا بلاش الكراسة نمسكها عدل، ياريت تبقى مايلة على قد ما تقدر لغاية لما تشوف الخط بتاعك وانت بتكتب، يبقى لازم تكون الكراسة مايلة معاك وانت بتكتب. النصيحة التالتة وهي الحالة النفسية، ياريت لما نيجي نكتب نبقى مبسوطين، ما احناش مضغوطين. والكلام ده يمكن بوجهه للمعلمين بتوعنا لما بيدوا واجبات كتير للاولاد، يا ريت يخففوا من الواجبات شويه، ما يديش واجب كتير، يعني ما يقولش اكتب لي الدرس ده 10 مرات وتقول له ليه انت بتخليه 10 مرات، يقول لك عشان يبقى خطه كويس. لا، الكتابه الكتير ممكن بتخلي الطفل في حاله ضغط فبيضطر يكتب بسرعه او يكتب وخلاص. فاحنا يا ريت نخفف الواجبات، يكفي كتابه الدرس مره واحده بس، نشترط عليه لازم يكون بخط كويس وجميل، ونسيبه براحته يكتب اللي هو عايزه. واشوفكم ان شاء الله مع الحلقة. ايه بعد كده بعد حرف الطاء؟ حرف الايه؟ حرف العين. حرف العين فكر كده، قريب من حرف مين؟ قريب من حرف الحاء. ادي حرف الحاء، فاكر كان بيترسم ازاي؟ طيب حرف العين هيتعمل ازاي؟ نفس حرف الحاء، بس هنستغنى عن الجزء ده وهنبدأ نرسم من فوق شكل حرف العين. يبقى حرف الحاء هو حرف العين، الاتنين قريبين من بعض. تاني انا قلت هستخدم القلم العادي، مش هستخدم القلم المشطوف. حرف العين يبقى انا هرسم اول حاجة راس حرف العين، وبعد كده بكمل كأني بكتب حرف الحاء اللي احنا اتعلمناه. هنشبك حرف العين قبل وبعد. حرف العين لما بيتشبك قبل منه زي به عين لازم يتقفل. طيب معايا في القلم الجاف ما بيتقفلش على طول، فانا لازم اقفله كده بايه؟ بايدي. لكن القلم المشطوف العين بتتقفل على طول. لما اجي اعمل العين كده القلم عريض بيقفله على طول، لكن القلم الجاف ما بيتقفلش. فانت عود نفسك كده اول ما بتعمل حرف العين بتقفله على طول. طب ابني الصغير مش عارف يكتبه، الحته دي بالظبط كانها علامه فيه، حرف العين كانها علامه فيه ومقفوله من قبل ومن بعد، يبقى انا بعمل كده وبطلع زي حرف زي كلمه اكس او حرف الفي، اعمل كده وارجع وانزل تاني وارجع اقفلها، ده حرف العين. طيب حرف العين في نهايه الكلمه، يبقى انا عملت حرف العين في الاول، شبكت معاه حرف العين وقلنا اهي علامه الاكس ومقفوله،
حرف العين في الاخر برضو بنفس القفله، وانزل لازم اقفلهم بايديا كده، ده حرف العين. يبقى احنا خدناه في اول الكلام في نص الكلمه وفي اخر الكلمه حرف العين. حرف العين هو حرف الغين. ايه الحرف اللي بعده؟ حرف الف. تخيل كده معايا شكله عامل ازاي حرف الف، رسمته عامله ازاي. لو شفنا حرف الب اهو، فين حرف الف؟ الحته دي. يبقى احنا حرف الب اللي احنا اتعلمناه في الاول خالص ساعدني في حروف كتير، عمل معايا حرف الف. طيب ازاي نرسم حرف الف؟ قلنا نشتغل بالقلم الجاف. يبقى احنا هنبدا نكتب كده حرف الف. حرف الف لازم يكون عنده هنا في الحته دي رقبه، ما ينفعش اعمل حرف الف كده ما يتقفلش على السطر. لازم بنعمل دماغ حرف الر الف، وبعد كده بننزل كده برقبه، وبعد كده بكتب الب تاني. بس ما حدش يعمل لي رقبه طويله كده، غلط. هي بالظبط قد حرف الب، بس بنعمل الدماغ بتاعت حرف الف من تاني. عيد معايا الحركه اهي كده، وبعد كده بننزل ونكتب حرف الب تاني. الحركه هتبدا منين؟ هبدا كده، هتحرك كده ناحيه الشمال، يبقى الف اول حركه ناحيه الشمال. بعد كده بطلع لفوق بدوران، هطلع ادورها لفوق، وبعد كده برسم حرف الب وانا مستريح تاني كده، واطلع لفوق وانزل حرف الب. طيب حرف الف بعد ما هتعلمه هيساعدني في حرف اللي بعده، حرف مين؟ القاف. نفس الدماغ اللي احنا رسمناها اهي، ابدا بالحركه كده واطلع لفوق. المره دي مش هرسم حرف الب، امال هرسم حرف ايه؟ فكر كده معايا، هرسم حرف النون. طب حرف النون ما خدتهوش؟ لا، بس احنا اتكلمنا عن الكاسه بتاعت حرف السين. الكاسه عامله ازاي؟ عباره عن واحد وبعديها الب واطلع لفوق تاني. يبقى هنرسمها تاني مع بعض. ادي الدماغ بتاعت حرف الفه اللي احنا اتعلمناها، وهنزل بالواحد واعمل الكاسه اللي انا اتعلمتها في حرف السين. ويا ريت الكاسه ديت ما تبقاش طويله، يعني ما تعمليش كاسه طويله كده، لا، قدرها كانها حرف ب بالظبط. ده حرف مين؟ حرف القاف. اخذنا بالنا من الغلطات اللي بنقع فيها؟ يا ترى عرفنا نصلحها؟ طيب هسيبكم شويه وهنرجع تاني للحرف اللي بعده، حرف الايه؟ الكاف. ودلوقتي هنبدا نشتغل مع حرف الكاف. فكر معايا شويه كده وقول لي حرف الكاف يشبه حرف ايه من الحروف اللي انت تعرفها؟ ها، حرف الكاف، حرف الكاف يشبه، ها قسم معايا كده، يشبه الف وبنشبك فيها ب، ب تاني اهي، الب تاني. يبقى الب ماشيه معايا من اول ما اتعلمتها في اكتر من حرف، شفناها في حروف كتير. يبقى ده حرف الكاف عباره عن الف وهشبك فيه ب. يبقى انا لو اتعلمت الف صح وتعلمت الب صح، يبقى انا هعمل الكاف على طول صح. وانا بعمل الكاف، الكاف نفسها الالف بتاعه الكاف ديت لازم تكون عدله زيها زي الالف او اللام. ما ينفعش وانا بعمل الكاف اعملها ميله كده او ميله كده، ماشي. طيب انا عملت الهمزه هنا، ايه رايك في همزه الكاف؟ همزه الكاف لما بتترسم، همزه الكاف بتتعمل كده، دي الهمزه بتاعت الكاف. تفرق عن الهمزه بتاعت الالف. همزه الالف لما اجي اعمل الف، همزه الالف عامله كده، ها، تشبه ايه همزه الالف؟ تشبه حرف العين، بس حرف العين مش بنكمله، بناخد الجزء الايه؟ اول جزء منها. تفرق عن همزه الكاف. طب همزه الكاف تشبه ايه؟ تشبه حرف الدال، بس بعمل لها شرطه كده، يبقى دي تشبه حرف الدال
ودي تشبه حرف العين، هي دي ايه؟ الكاف. طيب تعالوا نشبك كده الكاف مع حرف تاني. الكاف لما تتشبك مع حرف تاني زي حرف الالف، ساعتها بنميلها كده. طب قولي لما مالت كده بقت شبه مين؟ بقت شبه حرف الدال بس على كبير. يبقى حرف الكاف هو حرف الدال بس على كبير. يبقى انا لو تعلمت الدال صح هعمل الكاف صح. بعد كده لما اطلع بالالف طالع عدل من تحت لفوق وابدا اعمل العلم بتاع حرف الكاف، يبقى ده حرف الكاف مع الالف. طيب لو عملت الكاف مع الباء برضو عباره عن دال وهمزه صغيره كده وبعد كده بعمل حرف الباء، يبقى حرف الكاف ما مالش الا مع الحروف اللي بيتشبك فيها، لكن لما كان لوحده كان حرف الكاف ايه؟ عدل. ادي الكاف ب، هي الكاف ت. ناخد الكاف ر، ادي الكاف. فكر معايا الر، راجع تاني معايا كده، حرف الر خطوتين، واحد اتنين. كاف دال، ادي الكاف، قلنا الدال هطلع كاني الف وبعد كده هعمل الدال. هسيبك تشتغل معها شوية، جرب مرة واثنين وثلاثة لغاية لما تتعود عليها، وهرجع لك مع حرف جديد ان شاء الله بعد الفاصل بإذن الله. مستعدين دلوقتي لإيه؟ لحرف مين؟ حرف اللي بعده حرف اللام. أرجو ان الحروف اللي فاتت تكون اتمرنت عليها مرة واثنين وثلاثة عشان نبدأ مع الحرف الجديد حرف اللام. وبرضو زي كل مرة فكر معايا حرف اللام يشبه مين؟ يشبه حرف الألف مع النون. يبقى احنا تعلمنا الألف وتعلمنا الكاسة اللي عملنا منها حرف النون، يبقى اتعمل معايا حرف اللام. حرف اللام لما يتشبك مع الكلمة اللي بعديها ما بتتعملش الكاسة اللي تحت، لكن بنمشي كأننا حرف ب كده، بقى حرف اللام لما يتشبك مع الحروف اللي بعديها، وده حرف اللام. الحروف هتبقى ان شاء الله سهلة لان احنا اتعلمنا الحروف اللي قبل منها، فبعد كده الحروف هتبقى اسهل في التطبيق بتاعها وفي الشغل بتاعها، لان قلنا الحروف كلها واخدة من بعضها. ادي حرف اللام. في حتة كده هي المفروض نقولها في الاخر، بس احنا ممكن نتكلم عليها دلوقتي. حرف اللام ألف، لام ألف، وده بيبقى صعب على ناس كتير قوي تكتبه. تعال معايا كده نشوف اللام ألف وجرب كده تعملها الأول وبعد كده تشوف اللي احنا هنعمله. جرب كده اكتب كده لام ألف وشوف هتعملها ازاي. يا ترى عملتها ازاي؟ عملتها كده ولا بتعملها ازاي؟ بص معايا حرف اللام ألف يتكتب ازاي. عبارة عن ألف ماشي عدل، وباجي عند الحتة الصغيرة اللي في الآخر خالص وبميل سنة صغيرة كده. تاني بص لها كويس كده وشوفها. ها نعملها مرة تانية. ادي ألف ماشي عدل لغاية لما اوصل لهنا، وبعد كده اميل حتة صغيرة كده. بعد كده بنفس الطول اقرب كده وانزل باللام. اللام تتشبك فين؟ هنا. والمس السطر وامشي على طول. الحته الصغيره ديت برضو جزء من الباء، الجزء الاخير من الباء ده حرف اللام الف. حرف صعب شويه صح؟ جرب مره واتنين وان شاء الله هيمشي معاك. تاني ادي اللام من هنا، وبعد كده نبدا من فوق انزل عند النقطه دي، انزل هنا والمس السطر واطلع لفوق. يا ريت محدش يعمله لي كده ويقول لي ده حرف اللام الف. لا بص المسافه دي، الحته دي والحته دي، الحته دي كبيره جدا. لا انا مش عايز الكبير ده، انا عايزها تبقى صغيره. يبقى تاني ادي اللام وادي الالف بيتقابلوا عند الحته دي قريب جدا من السطر، وبقفلها بحرف الباء.
بحرف اللام ألف. أرجو أن أنتوا تكونوا اتعلمتوا حاجة جديدة مع حلقتنا النهاردة، وياريت نشوف منكم تعليقاتكم، وياريت مع التعليقات لو تقدر تصور اللي أنت عملته وتبعته لي عشان أرد عليه، وأشوفكم الحلقة الجاية.